فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. لما ذكر الشيخ رحمه الله طرفا من مخالفة اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، انتقل إلى بيان مخالفة من ليس عندهم كتاب من الفرس والروم. من الفرس والروم فإن المسلمين يخالفونهم ولا يتشبهون بهم لأنهم أهل الكفر وأهل ضلال وأهل جاهلية. نعم. قال: فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا ومن الآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به. نعم. فيجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتجنب ما عليه الفرس وما عليه الروم من الأخلاق والعادات الذميمة والنحل الباطلة، لأن الله أغنانا بالإسلام عن كل مذهب وعن كل طائفة وعن كل أمة، أغنانا بالإسلام، فنحن نستغني بما في هذا الدين من الخير والحق والعدل والهدى ونترك ما عليه تلك الأمم، لا سيما وأن فارس والروم ليسوا أهل كتاب وإنما يعيشون على الجهل وعلى الضلال. نعم.